ممتاز. وين مقركم بالرياض؟ وين مقرنا؟ طيب انا بكلمك الله يسعدك، الرياض حي العقيق، تمام؟ مباشره حي العقيق. نعم. اي حي يعني في لوكيشن؟ نعم. في مقر للشركه؟ اي والله يسعدك مباشره. يعني احنا وين موجودين بحي العقيق؟ عندك مباشره الله يسعدك، تمام؟ الشارع اللي موجود عندنا وين؟ بقرب من حلويات سعد الدين، يعني هذا اقرب شيء ممكن انا اعطيك اياه. ايش اسم الشارع؟ من حلويات سعد الدين. ايش اسم الشارع؟ معروفه. هلا؟ الشارع، الشارع وش اسمه؟ الشارع، الحي، الحي اسمه حي العقيق، بالقرب من حلويات سعد الدين، هذا أقرب محل علينا. هذا أقرب محل علينا الله يرضى عليك. طيب وش؟ أيوه، أنت عندنا في الرياض؟ إي أنا موجود بالرياض. هلا؟ أنا موجود بالرياض. طيب بمر عليكم. يعني ما الله يسعدك. هلا؟ أمر عليكم، أبي أشوف مقر الشركة، بمر على الشركة وأشوف، لأن في ناس كثير يدقوا طيب نفس الكلام. طيب الله يرضى عليك. تفضلي. طيب صلى على النبي، الله يرضى عليك. وحنا بعد ايضا ملينا من موضوع انه في كثار ناس تتفق، لكن هذا مو معناها انه اليوم احنا نقفل ونجلس في سبيل انه ايش، نعطي فرصه لغيرنا انه يشوه او خلينا نقول يستغل سمعه الشركات عندنا داخل المملكه اللي مستهدفه. اخوي اليوم انت شركه تعاملاتك معانا تعاملات بنكيه، ما هي خارجيه لا سمح الله، ولا هي مجهوله، ولا هي بالامور اللي نسمع عنها. تعاملاتك داخلية بنكية أمام نظرك تحت أمن وأمان المملكة. طيب ممتاز. ممتاز. طيب اسمع. يعني طيب دقيقة. طيب أنا لما أدق على الرقم هذا يعطيني رقم مقفل غير صحيح الرقم، رقمكم دالي بالرياض. متى أعطاك؟ متى؟ الآن لو أقفل وأدق على الرقم. يلا الآن بقفل وأدق عليك على الرقم ذا وبش وردي علي. أيوة. يعني أنتوا حتى برمضان شغالين النصب، عملية النصب شغالة حتى يلا برمضان. يلا. ها؟ يعني حتى بقفل يلا بس لا حرام يعني خاف والله برمضان، يعني خلوها بعد العيد بعدين نضحكوا على العالم مو برمضان. اخوي صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي. اول شيء استغفر ربك، انت صايم ما في داعي ان تضيع صيامك على هذا الكلام. ما مفطرين، مفطرين الحين الساعه 11 بالليل. ان بعض الظن اسم اخوي، الله يرضى عليك اخوي اسمعني. فيك زمان انا اتكلم معاك في المنطق. ليش زعلان؟ انت الحين مسوقه. اليوم انت داخل معايا اخوي، انا مسوقه لكن تتكلم معايا بالحق، ما تتكلم بالباطل وانت مغمض عينك. طيب انا ما تعرفنا ولا متعامل معانا او جالس بتقول لي حرام عليكم، حرام حرام عليك انت اخوي. انا عميل. انا مع مين داخل تتكلم؟ انا عميل، عميل ما يصير ترفعين صوتك علي. ايوه ارجع اتصل على الرقم اللي الحين اقفل وارجع اتصل وخلص ترد عليكم وظفت الخدمه وارجع اتصل اشوف واحد يستقبلك غير. يلا وراك زعلانه. طيب وراك زعلانه.